إلى قصر الإليزيه حمل رئيس الحكومة تمام سلام الأزمات اللبنانية بوجوهها المتعددة، وعلى مدى ساعة من الوقت ناقشها مع الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند. حتى لو لم يسمع سلام من أولاند ما كان يتمناه لناحية المساعدة في أعباء النازحين السوريين في لبنان، فتعليمات الرئيس الفرنسي المباشرة لمعاونيه بتسريع معاملات الهبة السعودية لتسليح الجيش اللبناني أراحت كثيرا رئيس الحكومة. بالأمس تم الانتهاء بين وزيري الدفاع اللبناني والفرنسي من كل الجانب التقني لهذا الموضوع والفني، وقريبا جدا إن شاء الله ستبدأ فرنسا بالتحضير لتسليم ما نحتاج إليه، ما يحتاج إليه الجيش اللبناني من أسلحة لتعزيز موقعه وموقع لبنان واللبنانيين. اليوم الأخير من جولة سلام الفرنسية لم يقتصر فقط على لقاء أولاند، بل شمل أيضا رئيس مجلس الوزراء مانويل فالز. وفي مقر إقامته في فندق جورج سانك التقى رئيس الحكومة وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لودريان. سلام وفي مؤتمر صحفي ختامي شرح النيات الفرنسية بمساعدة لبنان للخروج من الفراغ الرئاسي. سمعنا كلام مباشر من رئيس أولاند قال فيه إنه هني ما عندهم استعداد للتدخل بشؤوننا الداخلية ولا بمكان، ولكن هني واضعين نفسهم بتصرفنا إذا نحن شفنا إنه فيهم يساعدونا بمحل. كان واضح جدا بهذا الموضوع. يعول رئيس الحكومة كثيرا على هذه الزيارة، إذ يعتبر فرنسا دولة مؤثرة ومستعدة بكل مؤسساتها أن تساعد لبنان. صحيح أن الرئيس الفرنسي وعد سلام بمساعدة لبنان في استحقاق رئاسة الجمهورية، فكيف ستترجم هذه المساعدة التي يعتبرها فريق واسع في لبنان تدخلا في شؤونه الداخلية؟ من قصر الإليزيه، مارون نصيف، كريستيان جعارة، LBCI.